آسيا توفيق وهبي رائدة الحركة النسوية في العراق. تعتبر آسيا توفيق وهبي رائدة الحركة النسوية في العراق. ولدت في بغداد عام 1901، وكان والدها رضا الديزلي من أهالي السليمانية في كردستان العراق، رجلاً متنوراً وكان تاجراً، وبذل جهوداً كبيرة من أجل تعليمها وتثقيفها. أما والدتها سيدة عربية تنتمي إلى أسرة بغدادية، درست في مدرسة الرشيدية العثمانية للبنات وتفوقت على زميلاتها في الدراسة، وكانت تناقش في مرحلة متقدمة من الدراسة مع مدرساتها حول الموضوعات الثقافية والسياسية بما يخص تقدم المرأة، مما أثار إعجاب من حولها. عملت مبكراً في صفوف المنظمات والجمعيات النسوية منذ عام 1923، حيث انتمت إلى جمعية النهضة النسائية وسعت بكل جهدها للعمل بين صفوف النساء وتوعيتهن ونشر المفاهيم التحررية من أجل النهوض بواقع المرأة. كذلك عملت في جمعية مكافحة العلل الاجتماعية مع مجموعة من النساء المناصرات لقضية المرأة في المجتمع، وضمت الهيئة الإدارية للجمعية آسيا توفيق وهبي وعائشة خوندا وسارة الجمالي وأسماء الزهاوي شقيقة الشاعر جميل صدقي الزهاوي وفتوح الدبوني ومرضية الباتشجي وأخريات. وكان كل همها أن تجمع نساء بلدها كما فعلت السيدة هدى شعراوي في مصر في إطار تنظيم يستهدف الارتقاء بالمرأة العراقية ويجعلها على قدم المساواة مع نساء الشرق الأوسط وخاصة في مصر وتركيا. في عام 1927 تزوجت من المفكر والمؤرخ الكردي المعروف توفيق وهبي، والذي انتسبت له عائلياً وحملت اسمه، واشترك معها في وضع أهدافها ومنهاجها في مجال تقوية الروابط بين النساء وتفعيل دورهن في المجتمع. وفي عام 1930 مثلت آسيا وهبي العراق في المؤتمر النسائي الشرقي الأول بدمشق، وهو أول تجمع نسوي عام، كما شاركت في افتتاح الجمعية العلمية النسائية في السليمانية. وعندما تأسس الاتحاد النسائي العراقي في آذار عام 1945 ترأسته، وكان إلى جانبها نساء عراقيات أخريات يقمن بدور متميز في الحركة النسائية العراقية الحديثة، منهن عقيلة نور السعيد وعقيلة جعفر العسكري وعقيلة عبد الرحمن الحيدري وعقيلة الشيخ أحمد الداود وأسماء صدقي الزهاوي. وسعت آسيا توفيق وهبي من خلال الاتحاد إلى الظفر بحقوق المرأة السياسية وفي التملك، وإلى إثارة قضايا شرعية مثل المهور وحوادث الطلاق والشؤون الاجتماعية الأخرى. ومن خلال الاتحاد أيضاً حضرت آسيا توفيق وهبي العديد من الندوات والمؤتمرات داخل العراق وخارجه، كما أنها نجحت في عقد المؤتمر النسائي العربي ببغداد عام 1952، ورأست المجلة الصادرة عن الاتحاد في عام 1949. ومن يراجع أعداد هذه المجلة يجد العديد من مقالاتها والتي تحمل طابعاً تحررياً. ولشهرتها ودورها النسائي الرائد دعيت إلى مؤتمرات نسائية عالمية عقدت في دول الشرق الأوسط وأوروبا، كما نشطت في جمعية حماية الأطفال التي تهتم برعاية الأطفال وحقوقهم في العيش بكرامة وضمان التعليم الإلزامي ونشر الوعي الصحي، كما طالبت بإعطاء الطفل للأصلح من الأبوين في حالة الطلاق. سافرت آسيا توفيق وهبي مع زوجها إلى لندن بعد عام 1958، وبقيت هناك إلى أن توقف قلبها عن الخفقان عام 1980، ونقل جثمانها من لندن إلى بغداد حسب وصيتها، ودفنت في مقبرة الشيخ عبد القادر الجيلاني. وبذلك فقدت الحركة النسائية واحدة من أبرز رموزها ممن دافعوا عن حقوق المرأة وحريتها.